في قلب المطبخ دلوقتي، ده مكان تصنيع كل منتجاتك اللي بتصدر لكل العالم. قلت لي اولا بتصدر فين عشان الناس تبقى عارفه؟ امريكا اليونان، فرنسا، ايطاليا. بالظبط. كملي. لا فرحينا الجزائر. ايه تاني؟ الجزائر، برازيل، ارجنتين، روسيا. بصدر دول كتير قوي. انك تكسبي ثقه المستهلك ده ازاي؟ انت بتشتغلي بي تو بي، يعني الشغل ده طالع لمصانع وبعد كده بتنزل للمستهلك النهائي. بالظبط. صح كده؟ بتكسبي ثقتهم ازاي؟ لو حد يتخيل ان قد ايه المواصفه بتفرق في مقاس كل ثمره، لو كان زيتون او فلفل او كده، مقاسها، قطرها، لونها، لان كل حاجه دي بتعبق بعدد معين في برطمان وبعد كده بتروح للمستهلك، ولازم يبقى فيها خليه تمام، مواد حافظه، خليه بحيث ان هم بيحطوها في اكل. بالذات انا متخصصه شويه في الانتي باستا او الاكل الايطالي، مطاعم الايطالي كلها، فاحنا بنبيع لكل الشركات اللي بتعبي بعد كده او بتصدر للمطاعم الايطالي. السيدات الفضليات اللي شغالين مع حضرتك هنا، كل واحده فيهم بقت خبيره في مجالها، اخترتيها ازاي وعلمتيها ازاي انها توصل لكده؟ هي البنات عندنا الحقيقه فيهم الخير، بقالهم سنين، يعني طبعا. بقالهم كتير وبقالهم سنين كتيره قوي، وهم مستمرين اكتر من الولاد، وبحس ان هم اولى، هم اصحاب المصنع، يعني لان هم الحقيقه اللي عارفين المصنع بيتطور ازاي وبيشتغل ازاي، ومرينا بظروف كتير صعبه ومرينا بوقف شغل تمام. احنا دايما مع بعض وبنحاول نطور الناس وبمهاراتهم، وبيجي لي دكاتره كتير قوي تدريب هنا، وبنعمل تدريب على في المصنع على كل حاجه. انا بقتنع بالتدريب. صح. على الخط. كل شركه عندها ميزه او عيب، فالتدريب لازم يبقى متفصل على كل قدرات شركه. طيب عرفينا الشغل ماشي ازاي هنا، بنبدأ ازاي ونخلص ازاي عشان بس تبقى فاهمه برضه يعني ايه تصنيع؟ يعني احنا تزرع، لو مزارع بتاعتنا بنستلم الحاجه برانيك وبناخدها، بنعمل نسبه على كل المواصفه موجوده ولا لا، ونسبه الزرع مقبوله ولا لا، وبعدين بنبتدي في حاجات بتمر على خرامه، لان التخريم ده بيخلي المنتج يبقى كويس. لو زيتون بيدخل في التنكات بتبخ لمده 24 ساعه وبعدين ينزل تنكات تحت الارض. كل منتج له طريقه معينه، وبعدين الخطوه دي اللي هي السيور دي بس للمرحله النهائيه، دي مش تصنيع، مش هنا بس تصنيع، كذا مكان في المصنع، انما هنا بيبقى بس اختيار اللي هي واحده بالواحده، بيختاروا بالواحده، بيبصوا على حبايه حبايه قبل ما يعبوها. كل طن بقى شوف بياخد وقت قد ايه، يعني في اليوم بنخلص كام طن عشان نقدر نطلع البضاعه دي متنقيه بالواحده.